خفيت عن أهلي هذا الموضوع. حنان رضا تعلن عن إصابتها بالتصلب اللواحي. تنميل، ما أعرف شنو أعراض، ما عمري سمعت بهذا المرض. طبعا سبب اختياري لما يستاهلش، اول ما ارسل لي الملحن عمرو الشاذلي العمل الجايد كان الايقاع اللي هو كي زومبا الافرو بيت سلو، وانا وايد احب الايقاعات الافريقيه خصوصا الراكده، يعني احبها وايد. جذبني الايقاع اولا، ثانيا الكلام جدا عميق. فعلا، فحنان غنت لاول مره باللهجه المصريه من خلال اغنيه ما يستاهلش، فبالإضافة لها الإيقاعات إلا أنه حنان حبت أنها توصل رسالة مهمة من خلال كلمات الأغنية. استاهلش لكل شخص أنت تعطيه تقف معه وهو ما يبادلك، لازم تكون الحياة أخذ وعطى، كل العلاقات في الدنيا لازم تكون أخذ وعطى، لازم أني أنا في صداقتي مع أهلي، في العلاقات العاطفية، في العمل، لازم أني أنا أعطي وآخذ. أكيد هذه رسالة لكل شخص يعطي بلا حدود، عطاء أعمى لازم يصحى. ورسالة الأغنية ما وقفت هون، فحنان عرفت أنها مصابة بمرض يدعى التصلب اللواحي من 3 سنين، وحبت أنها تجسد تجربتها بفيديو كليب الأغنية. المشاهد اللي أنا أصريت أني أنا أصورها، طبعاً اللي أخر صدور ما يستاهلش، أني أنا أحصل على موافقة أني أصور في الأمراي. تعرف يعني ان الكاميرات وهذه شيء سنسيتيف، مستحيل ان ندش داخل، فاحنا استعنا بطرق ملتوية علشان يبين حتى ان احنا داخل الامراي. اصبت في الكورونا، كنت يعني انا مقيمة في دولة الكويت وكان حاضر كلي وما حولي ولا احد. اخذت هذه التجربة بروحي، اللي عاوني فيها رفيجات عمري، اللي كان يعني الوقت اللي كان يسمح لهم ان يجون يداروني الصبح حزت اللي كان ينشال الحظر. دشيت أنا ما أعرف شنو يعني MS، ما أعرف شنو يعني تنميل، ما أعرف شنو أعراض، ما عمري سمعت بهذا المرض، ما ذرفت دمعة لأني أنا ما عندي سالفة، ما أحب الدراما. لكن حنان ما كانت عارفة بأعراض هالمرض، فهي عرفت بالصدفة أنها بتعاني منه. هذه التجربة أنا أذكر أني دخلت عبالي تحليل دم، طلعت أنا ماخذين خزعة من ظهري من النخاع، كان شيء غريب. صار في خطأ أيضا، اضطريت أن يدخلوني مرة ثانية يسوون لي شيء اسمه رقعة البلوت باتش، ما كنت أقدر أوقف. هني عرفت هذه I gain weight، علاجي كان كورتيزون وكل هالأمور. أخفيت عن أهلي هذا الموضوع، عن جمهوري طبعا، أولهم أهلي، لأن يعني والديني أنا روحهم وحياتهم، يعني they are so obsessed أني أنا ما أقدر برا أني أنا خشيت عنهم. خبرت أهلي، خبرت أمي، وايد كنت خايفة لأن أمي يعني فيها مسكينة ضغط وقلبه، ما أقدر أقول لها، كنت خايفة. بس أول سنة أحس أن أنا ضعيفة، يا الله منعم عليك بهل طيبين أنت تحتاجهم لا تكابر. فاحتاجت أمي، أنا احتاجت أمي أني أقول لها. وبعد أغنية ما يستاهلش، حنان مقررة أنها تعيش نشاط فني جديد إن شاء الله القادم. أنا لازم أشتغل على العمل العدني، وايد خاطري يعني أنا لحنته من كلمات الفنان عبدالله العماني، وفي فكرة أني أنا أسوي دويتو مع فنان، بس لحين ما تم تحديده. ومش بس هيك، فحنان عم بتحضر لحفلها على مسرح الدانة مع حسين الجسمي وفيصل الأنصاري في أكتوبر المقبل، لتعتبر أول فنانة بحرينية بتغني على هالمسرح. كان من المفترض أن نفتتح مسرح الدانة في 2020 شهر 3، كانت البروفات يعني خلال شهرين كذي كان مفروض الافتتاح مع المايسترو خليفة زيمان، وكان بمصاحبة الفنان السندباد راشد الماجد. رحت شفت المسرح، للحين عندي الفيديوهات، للحين حتى الساوند سيستم ما ركب للحين، وبروفاتنا كانت تونا بنسويها ودشت علينا الكورونا. أول شيء قالوا ما بنأجل، بعدين قالوا لا الموضوع يعني حرفيا توقف. بعدين تم الافتتاح، انا كنت مره في ظروف في العلاج وكذي ما رحت في 2021 لما افتتحوا. الحين مره ثانيه ايضا جت التزكيه من مكتب سمو ولي العهد، طبعا دائما حكومه البحرين دائما داعميني الحمد لله، لله الحمد، وهذا شيء يعني انا افتخر فيه.